في البداية تقدم بالشكر والتقدير لجلالة الملك على هذه الثقة المولوية الكريمة بتكليفه حقيبة وزارة الشباب والرياضة والثقافة، واعتقد ان هذا الدمج سيكون في واحد الاطار واحد التوجه جديد لتأطير شبابنا ولتأطير المجتمع بصفة عامة، ونتمنى ان نجعل من هذا القطاع برؤية واستراتيجية جديدة قطاع منتج وقطاع كذلك مؤطر للمجتمع وللشباب. واعتقد جازما اننا كنا سننخرط في الهياكل الكبرى والاصلاحات الكبرى التي اعلن عنها جلاله الملك في خطاب العرش، وهي هياكل واصلاحات كبرى. وهذه الحكومه المعدله كلها ستنخرط بقوه وبطاقه متميزه، لان زمن التنميه يجب ان لا يهدر، ونحن امامنا كثير من التحديات وخصوصا تحديات تأطير الشباب وتوعيته، ونحن متأكدون أننا في مغرب قوي بشعبه وشبابه وبملكه، ولنا من الإمكانيات البشرية والطبيعية والقوة الاقتراحية ما يجعلنا نتحول إلى دولة قوية صاعدة في دول البحر المتوسط، وأعتقد أننا سنحقق هذه الهدف بفضل التوجيهات الملكية السامية. شكرا. تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبرتجيو مع صحابكم.